مساء الفل. أنا هتكلم دلوقتي على النجم الجميل، النجم اللذيذ، النجم الجان، النجم أبو تقطيع مسمسمة. طبعا كلنا عرفناه، النجم نمبر وان اللي هو محمد رمضان. طبعا محمد رمضان بيقعد يقول تصريحات غريبة انا ما بقاش فاهمها. هو هل بيكون مدرك؟ هل هو بيكون في وعي وهو بيتكلم الكلام ده؟ ان هو مثلا يقول لك انا نمبر وان، ايه انا رقم واحد؟ يعني انا مش فاهم ايه اللي يقول لك لا عزاء للاغبياء، ايه يقول لك انا مش بحط كلام الحمير في دماغي. كلام غريب، انا بستغربه بصراحة، حاجة غير عادية انه يطلع حد كده المفروض انه نجم يعني يقعد يتكلم الكلام الاهبل ده، الكلام اللي ملوش طعم. على النقيض تلاقي نجم كده زي امير كرارة، ابن ناس محترم، كان في برنامج مع عمرو الليسي. عمرو الليسي قال له يا امير انت رقم واحد، انت رقم واحد يا امير. قال له لا انا مش رقم واحد. قال له في كتير يعني، في نجوم، في احمد السقا، في حلمي، في كريم عبد العزيز، في عز، في وفي وفي. قال له انا مش رقم واحد، في غير كتير. راجل محترم، رده محترم، برنس كده، ابن ناس، شبعان. فسبحان الله يعني في فرق. يعني المفروض ان الفنان بيبقى محسوب عليه كل كلمة بيقولها وكل تصرف بيقوله. فانا مستغرب محمد رمضان الكائن ده بصراحة، ده كائن غريب، مش عارف، هو حالة كده بصراحة مش مفهومة. معلش طولت عليكم، بس كنت حابب أقول الكلمتين دول. شكرا لكم.